بداية لا بد التأكيد على أن هذا الموضوع هو موضوع يكتسب أهمية كبرى سواء من ناحية الآنية أو من ناحية أهمية الموضوع، لا سيما ونحن نعلم الأدوار التي يمكن أن يقوم بها القضاء التجاري من أجل تحقيق الأمن الاقتصادي، من أجل تشجيع الاستثمار ومن أجل القيام بمجموعة من الأدوار الأخرى. أيضا الرقمنة ليس فقط في مجال القضاء التجاري ولكن في مجالات أخرى مهم جدا للتطوير وأيضا لمواجهة حتى الأزمات. نحن نعلم جميعا الدولة التي قامت بها الرقمنة إبان أزمة كوفيد 19 أو أزمة كورونا. طبعا قصة المغرب مع القضاء التجاري 1997 بإنشاء المحاكم التجارية بعد أن كانت مجرد ورقة متخصصة، وهي تجربة متميزة جدا وأعطت زخما حقوقيا واقتصاديا كبيرا على مستوى منظومة العدالة، ولذلك فهي كانت تجربة متميزة عن طريق تحقيقها انطلاقا من سرعة البدء في الملفات وتبسيط إجراءات التقاضي، ولذلك يمكن أن نقول أنها تجربة متميزة حققت بالفعل ما كان مرجو منها. ويفترض أنه كان يجب تدعيم هذا النوع من القضاء عن طريق زيادة عدد المحاكم التجارية والاستئناف التجارية وجعلها بالفعل منظومة قانونية صلبة لتشجيع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، لكن أظن على أنه هناك واحد تحفظ مرتبط بصورة واحد قانون يتعلق بتنظيم القضاء الجديد الذي ربما ذهب في اتجاه تقليل مبدأ تقريب القضاء إلى المواطنين على مبدأ التخصص، وذلك من خلال إنشاء ليس التراجع ولكن الإبقاء على المحاكم التجارية أو القضاء التجاري وإنشاء غرف متخصصة في المحاكم الابتدائية العادية. وهذا الأمر أظن على أنه غير مفيد جدا في القضاء التجاري رغم أنه كما قلنا تجربة متميزة وحققت طفرة نوعية. أولا لأن إنشاء غرف متخصصة داخل القضاء العادي ولو أنه سيقرب القضاء من المواطنين لأن المحاكم العادية تقريبا متخصصة عروة المملكة، إلا أننا ليس لدينا قضاة متخصصين في المجال التجاري في المحاكم الابتدائية، كما أن هذا القانون لا يمنع أن قضاة ينتمون إلى غرف أخرى في البت في هذه الغرفة أو العكس، وهو ما سيكون له أثر سلبي على تحقيق الأمن في القضايا والمنازعات التجارية، وربما ستكون هناك توجهات قضائية غير مستقرة. ولكن مع ذلك أنه الإبقاء على القضاء التجاري بالتجربة التي راكمها يعتبر شيء مميز وأكيد على أنه سيحقق الطفرة النوعية. أيضا على الرقمان في علاقته بالقضاء التجاري، تعلمون على أن القضاء التجاري حقق طفرة نوعية في مجال الرقمان النموذج هو محكمة الاستئناف التجاري في الدار البيضاء ومجموعة من المحاكم التجارية التي كانت متطورة بالفعل في تحقيق الرقمنة واعتمادها كآلية لسير وتصريف العدالة. ولذلك التراجع أو ليس التراجع ولكن إنشاء غرف متخصصة داخل المحاكم العادية، ونحن نعلم أن المحاكم العادية ما زالت طفرة تقنية متراجعة فيها سيؤثر بدوره على رقمنة القضاء التجاري، ولكن كيفما كان الحال فإن هناك مجهودات تبذلها وزارة العدل تبذلها الدولة من خلال المخطط الرقمي من خلال مجموعة من المخططات التي ترمي إلى رقمنة جميع مناحي الإدارة والقضاء. على مستوى آخر فيما له علاقة بمهنة المحاماة، تعلمون على أن رقمنة العدالة هو شيء مهم، لكن التركيز على رقمنة القضاء على جعل أو خلق قضاة رقميين أو كتاب ضبط رقميين هي مسألة مهمة ومن شأنها تطوير رقمنة في هذا المجال، ولكن يجب أن تكون المقاربة موسعة. يجب على الدولة أو وزارة العدل أن تعي أنه من أجل تطوير منظومة العدالة يجب أن تساهم في رقمنة المحاماة وأن تساهم في خلق المحامي الرقمي، لأنه لا يمكن للعدالة أن تتطور بدون أن تكون المنظومة متكاملة. أولا لأن مهما كانت إمكانيات المرصد لتطوير
مجال العدالة من ناحية الرقمية لا يمكن أن تتطور إذا لم تكن هناك المحاماة الرقمية. المحاماة هي التي تبدأ المصادر، هي التي تراقبها، هي التي تنهيها، هي التي تراقب المحاكمة العادلة، ليس فقط في المحاكمة الزجرية والجنائية، ولكن تراقبها حتى في القضايا البدنية والتجارية. ولذلك أظن على أن الدولة ملزمة بتشجيع والاستثمار في المحاماة الرقمية. طبعا المحاماة لها مؤسساتها، لها نقابائها، لها مجالسها التي تسعى من خلالها إلى تطوير المحاماة، ولكن أظن على أن الدولة تبقى ملزمة بشكل كبير من أجل دعم المحاماة وتطويرها من الناحية الرقمية، لأنها لا يمكن أن تطور العدالة من دون أن تطور مهنة المحاماة التي تعتبر فاعلا ضروريا وأساسيا ورئيسيا داخل منظومة العدالة. ثم لأن الدولة ملزمة بتكوين المحامين كما التزمت بذلك في قانون المحاماة بإنشاء معهد، وأن هذا الجانب التقني والتكنولوجي يرتبط في شق كبير منه بالتكوين الذي من المفروض على الدولة أن تساعد المحامين تقنيا لوجستيا ماديا معنويا من أجل أن تكون بالفعل محاماة ورقمنة، من أجل أن يكون لدينا محامين رقميين. رقمنا الآن أيها السيدات والسادة الحضور أصبحت ضرورة وليس ترف. لماذا؟ لمواجهة التحديات الدولية، لمواجهة تدويل وتحرير الخدمات القانونية، للوصول إلى مطار الدول المتقدمة، لأن المغرب بالفعل أصبحت له سياسات شمولية ومندمجة تسعى إلى تحقيق التطور، ولا يمكن أن تبقى العدالة متأخرة عن هذا الركب. أعطيكم مثالا حتى أبقى حتى أختم، يرتبط بما نعيشه الآن من أجواء الفرحة وأجواء السرور، ونحن نشاهد المنتخب المغربي يصل إلى نصف النهائي ويحقق إنجازات في كأس العالم. هذه مسألة وهذا خطاب موجه لضيوفنا الكرام، هو ليس اعتباطا، هو ليس صدفة، هو ليس مصادفة، ولكنه كان استثمار منذ مدة طويلة في المجال الرياضي.